مفاجأة كبيرة مستنيها جمهور محمد إمام من زمان. يا ترى في إيه؟ شفنا اسم الفنانة مي عز الدين على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا كتير شوية، والسبب في ده طبعاً ظهورها مع الفنان محمد إمام في الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، واللي اتعرض في النص التاني من رمضان. وطبعاً كانت مفاجأة كل جمهورهم مستنيها من زمان، من أول مرة شافوهم مع بعض في مسلسل دلع بنات سنة 2014. كوريا وكبداكي وقتها كسروا الدنيا، والجمهور طول السنين دي مستني يشوفهم سوا تاني. وعلشان كده المفاجأة دي فرحت الناس جداً، ومش بس ده اللي فرحهم، المفاجأة التانية إن كان في تلميح إن مي ومحمد هيشتغلوا مع بعض في عمل جاي قريب، وده كان الكلام اللي قالوه في المشهد. فاكر يا علي آخر عملية عملناها سوا؟ ياه، ده كان من 10 سنين ولا حاجة، بس دي قلبت الدنيا ساعتها، لسه فاكرة؟ ودي أيام تتنسي؟ ده كان أحلى شغل. طب إحنا فيها، ما تيجي نعمل عملية جديدة مع بعض. نعمل يا سيدي الناس. وفهم الجمهور إنه تلميح صريح لعمل فني جاي هيجمعهم مع بعض، وانتشر المشهد ده واتقلبت السوشيال ميديا، وشفنا تعليقات لطيفة الجمهور الاتنين وكاتبين عودة كوريا وكبداكي من جديد بعد غياب. وشارك محمد إمام صورته مع مي على انستجرام وكتب عشرة العمر ووش السعد، نجمة النجمات مي عز الدين، أحلى قفلة للمسلسل، مبسوط جدا بيكي، وكان وحشني الشغل معاكي، شكرا على جمالك وحلاوتك. فتفتكروا فعلا هنشوف محمد إمام ومي عز الدين مع بعض مرة تانية؟ ولا ده كان مجرد مشهد وخلاص؟ في وقت مسلسل دلع بنات كان محمد يعتبر لسه بيبتدي طريقه في عالم البطولة، وما كانش لسه نجم صف أول زي دلوقتي. لكن بعدها على طول وبسبب نجاحه الكبير في المسلسل شفناه بطل في أفلام ومسلسلات، لكن التعاون بينه وبين مي ما تكررش، لدرجة إن الجمهور كان مفكر إن في بينهم خلاف، ده حتى صورهم الوحيدة مع بعض كانت في كواليس دلع بنات، عكس ياسمين صبري مثلاً واللي عملت معايا في السينما ثنائي لذيذ. الجمهور بيحبهم مع بعض، وكمان هي صرحت بارتياحها في الشغل معاه، وعملوا مع بعض أفلام كتيرة زي ليلة هنا وسرور، جحيم في الهند، وأخرهم كان فيلم أبو نسب، وكلهم أفلام نجحوا جدا. فكان دايما الناس بتسأل هو ليه نجاح مي ومحمد ما تكررش تاني، زي مثلا نجاحه مع ياسمين صبري، ده من كتر ما اشتغلوا مع بعض. ووقت تصوير فيلم ليلة هنا وسرور نشر محمد إمام صورة مع ياسمين صبري على الكوشة، ورغم إنه واضح إنه مسلسل أو فيلم يعني، لكن الإشاعات وقتها انتشرت عليهم والناس بدأوا يلمحوا العلاقة بين الاتنين، والاتنين ما ردوش على الإشاعات دي، ومع نزول الفيلم الناس نسيت الحكاية. وكمان محمد وياسمين اشتغلوا مع بعض كتير، فتعود الجمهور عليهم مع بعض في الأعمال الفنية. فبنتمنى إن يكون كلام محمد ومي كان تلميح لعمل جديد مع بعض، مش مجرد مشهد في المسلسل.